السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيقول لو احنا عندنا الأعمدة كلها المفروض انها مع الجريد، لكن في عمود مترحل شوية او اكبر شوية، فده هيعمل لي مشاكل في موضوع الأحمال او لما اجي ارسم مثلا كاميرا او ارسم فلور. فازاي اخلي نقطة الارتكاز او نقطة الأحمال في مكان معين يعني انقلها؟ طيب في اكتر من طريقة، خلينا نشوفها مع بعض. خلينا الاول اقول له كولوم واقول له ان انا عايز احط الأعمدة جريد، واختار بقى العمود اللي انا عايزه واروح معلم عليهم كلهم كده تمام، واقول له فينش بالشكل دوت. طيب نفترض ان في عمود مترحل مثلا بالشكل دوت، فانا عايز النقطة دي الاناليتيك دي تكون موجودة عند الجريد اساس لما اجي ارسم مثلا كاميرا او حاجة. طيب ده 16 ده 13. طيب خلينا نعمل سيلكت على الاناليتيك، اقول له فلتر، الاقي اناليتيك كولوم ونود واستراكشر كولوم، هقول له لا ده انا عايز الاناليتيك كولوم بس، النقطة هنا موجودة في النص. فهو بيعمل ايه؟ بيعمل اناليتيك لاوتو ديتكت. ده هنا التوب، هقول له خليها بروجكشن، وهقول له ده هنا هقول له خليك محاذاة لرقم الجريد اللي هو 16 تمام، وهنا هنا الواي وهنا الزي هقول له ده خليها 13 بس. دي في النقطة اللي فوق التوب. اروح بقى اقول له في البيس بروجكشن واقول له خليها 16 عشان تبقى مع دي، وخلي ديت 13. فتلاقي النقطة هيت بدل ما كانت في النص اتنقلت بقت مع الجريد ده والجريد دوت. فدلوقتي اقول له انا عايز ارسم بيم، وهقول له الريفرنس لاين بتاعي هيبقى ريفرنس بيم سيستم، واقول له ارسم لي من هنا لهنا، واقول له انا عايز اشوفها في 3D، اعمل سيلكت عليهم الثلاثة كده واقول له ايه وريهم لي في 3D، يظهر معايا بالشكل دوت. طيب لو انا عايز دلوقتي اعمل سيلكت على العمود وعايز اخلي اقدر اتحكم في الاكس والواي، هو هنا عامل الاكس والواي بياخد من نفس البارامتر، فممكن بكل سهوله اعمل سيلكت وادخل الاقي هنا حرف البي وحرف البي الاثنين زي بعض، يعني لما تعدل هنا يتعدل هنا مره واحده، فاقول له لا خلي فيه ايه وخليه طيب، بقى عندي ده ايه وده بي، يعني ينفع عدي ده رقم 600 وده رقم 500 وشطرت بقى اصبح ريكتانجل، تقدر تعدل في ده وده، ده برقم وده برقم. ممكن تيجي هنا هتلاقي ان ده ممكن تخليه مثلا 600 وده تخليه 450.